نروح طبعا لزميلنا المتألق الحقيقة فاروق صلاح من الجونة من فندق إقامة النادي الأهلي. احكي لنا إيه اللي بيحصل هناك، ومنذ أن وصل النادي الأهلي إلى الجونة ماذا حدث حتى الآن، وإيه اللي هيحصل بكرة؟ تفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن اسلام، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من الجونه ومقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق الجونه في المباراه المؤجله من الجوله التاسعه للدوري المصري الممتاز. زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام، يعني منذ يعني دقائق وصول بعثه فريق النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي هنا الى الجونة سريعا. طبعا كانت رحلة على متن طائرة ووصول الفريق النادي الاهلي. طبعا انت عارف الدور الاداري اللي بيقوم بيه الجهاز الاداري في النادي الاهلي، كابتن عمرو محسب، الكابتن ماهر عبد العزيز، والكابتن سمير عدلي، اللي قاموا بتوفير وتنسيق كافة الامور قبل وصول فريق النادي الاهلي. سريعا استقل، يعني تناول اللاعبون وجبة العشاء، ثم يعني كل لاعب حاليا موجود في الغرفة من اجل طبعا الاستعداد للمباراه غدا. كتير كلام كتير جدا، حضرتك كنت طبعا عايز تتكلم على كلام كتير جدا يا كابتن اسلام، اثير خلال الساعات الماضيه في اخبار كتير بتتقال على السوشيال ميديا، خاصه بعد اعلان مستر ريكاردو سواريش قائمه النادي الاهلي وخروج بعض اللاعبين من هذه القائمه. طيب لو عندك اي معلومه برضو عن اي اسم من الاسماء اللي خرجت يا فاروق، وعندك اي معلومه عنها يا ريت لو سمحت تفضل تقول لنا. بالفعل يا كابتن اسلام، هو ده اللي عايزين نتكلم عليه بالتحديد، لان لازم نوضح الامر، لان في بعض الحملات الممنهجه اللي بالتدريج بتكون على النادي الاهلي، شويه على الجهاز الفني، شويه على بعض اللاعبين. خليني يعني اوضح الامر الخاص بحسين الشحات. قبل ما يعني توضح الامر الخاص بموضوع حسين، معلش، صح كلامك مظبوط 100%. انت عارف امبارح ولا اول امبارح يا فاروق، بعد نهايه المباراه، هو ريكاردو سواريش تم الاعلان عن تواجده يوم الخميس، الجمعه كان المؤتمر الصحفي، صح؟ هو جه يوم الاربعاء بالظبط يا كابتن اسلام. يا فندم يوم السبت الناس بتقطع في ريكاردو سواريش، الناس في بعض القنوات المتخصصه بتقطع وبتنتقد ان ريكاردو سواريش اتكلم مع احد اللاعبين. الراجل شاف واحد لعيب كويس قال له انت كويس وانا هتابعك، شد حيلك. ايه القصه في الموضوع؟ ما تفهمش ايه الموضوع، لكن هو لمجرد ان هو اصبح المدير الفني للنادي الاهلي لازم نضرب، لازم نقول ان احنا موجودين. ما احنا لو ما قطعناش وما خبطناش في النادي الاهلي مش هنبقى بنحب فرق اخرى. فبالتالي حاجات غريبه جدا بنسمعها ومن ناس معينه الحقيقه، ولكن في النهايه جمهور النادي الاهلي يعلم تماما ايه اللي بيحصل. انا اسف ان انا قطعتك، لو عندك اي حاجه تخص كابتن حسين الشحات، لان انا عندي موضوع مهم جدا 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 فيما يخص حسين الشحات، ولكن بعد ان شاء الله ما تخلص كل اخبارك عن بعثه النادي الاهلي او تواجد النادي الاهلي في الجونه. نقطة في غاية الأمان اللي حضرتك أثرتها يا كابتن إسلام قبل ما أروح لحسين الشحات، نقطة يعني عقب مباراة الفريق أمام بتروجيت يوم السبت الماضي، ويعني أمر عادي جدا يا كابتن إسلام وبيحصل في كل الملاعب في العالم. يعني حتى الكابتن هيثم شعبان المدير الفني لبتروجيت كان ليه القمع، أشاد طبعا بروح ريكاردو سواريش وقال دي روح مهمة جدا. اللاعب مصطفى معوض معنويا فرق معاه الأمر، اللاعب حس إن هو لعب مباراة كبيرة، أو حس إن في فرد قدر مجهوده وتعبه. قال لي أنا بتعب في كتير من المباريات وبستنى مباراة النادي الأهلي، بتبقى بالنسبة لي حلم كبير جدا. يعني هو كان سعيد جدا بكلام مستر ريكاردو سواريش. أعتقد يا كابتن إسلام أمر عادي جدا، لكن حضرتك قلت نقطة موافقات الأهمية، إن دايما درع النادي الأهلي وحماية النادي الأهلي هو جمهور النادي الأهلي، وده اللي إحنا شفناه من الجمهور خلال الساعات الماضية. كلامك مظبوط يا فاروق، كلامك مظبوط، ولكن في نفس اللقاء أنا ما بقطعكش ولا حاجة، ولكن يعني أنا مثلا فريرا المدير الفني لنادي الزمالك وهو مدير فني كبير وله اسمه وراجل بروفيسير، يعني هذا الرجل او هذا المدير الفني بعد مباراه امبي ضد نادي الزمالك الاخيره راح لابوكا واشاد بيه وسلم عليه وبتاع وقال له كويس وهايل ورائع وكل حاجه كويسه. ايه اللي حصل يعني؟ وامبي كان كسبان بالمناسبه، فيعني ايه اللي حصل يعني؟ موجود في الكوره يعني الكلام ده؟ يعني انا اقصد إن العالم كله بيحصل فيه هذا الموضوع. هو لما جوارديولا اتكلم مع ألكسندر أرنولد في وقفوا يهزروا، وقفوا يهزروا يا جماعة والله ما حصلش حاجة يعني، والدنيا مشيت وليفربول اتعادل ومانشستر سيتي خد الدوري واللي حصل. فيريرا برضو لما اتكلم مع إيبوكا
ما سمعتش ان حد اتكلم وقال لك اصل المدير الفني ما ينفعش والفلسفه والبتاع والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. لكن ما تفهمش عندما يكون المدير الفني اي اسم طبعا يكون متواجد في النادي الاهلي ويكون مديرا فنيا للنادي الاهلي، تجد ان هناك حاجه غريبه، تحس ان في حاله غريبه بتحصل على الرغم من الموضوع ده طبيعي جدا. انا اسف يا فاروق المره الثانيه، اتفضل. لا بالطبع يا كابتن اسلام، يعني عايز اوضح لحضرتك نقطه مهمه جدا لان الكتير غفل عن هذه النقطه يا كابتن اسلام. مستر ريكاردو سواريش لما اتسال وسالناه ايه اللي دار بينك وبين اللاعب، رفض تماما الحديث في هذا الامر وقال ده امر خاص بيا وباللاعب ما ينفعش ان انا اتكلم فيه ومش طبيعي ان انا اقول لك ايه اللي حصل. ولكن الكلام جه من خلال اللاعب، من خلال الجهاز الفني لفريق بتروجيت، فاعتقد الامر عادي جدا يا كابتن اسلام. ولكن النقطه دي كتير من الناس غفل عن هذا الامر، امر يحترم ويقدر طبعا من مستر ريكاردو سواريش. عايز اروح بحضرتك طبعا بقى لمباراه الجونه ومباراه في غايه الصعوبه، خليني اكد على هذا الامر طبعا يا كابتن اسلام. فريق الجونه في موقف صعب جدا مع فرق الاسماعيلي، مع مصر المقاصه، مع المقاولون العرب، مع الشرقيه للدخان، في موقف صعب جدا. بالتالي الفوز بالنسبه له في هذه المباراه امر مهم جدا. طبعا الكابتن تامر مصطفى قاد الفريق في 8 لقاءات، تلقى لزيمه في 6 لقاءات والفوز في لقاء والتعادل في اللقاء. من الاخبار اللي بتقال ان في حاله يعني هزيمه فريق الجونه في هذا اللقاء في حاله هزيمه الجونه في هذا اللقاء اتجاه لتغيير الجهاز الفني لفريق الجونه، اعتقد فده دافع ممكن يكون قوي جدا لفريق الجونه وللجهاز الفني لتقديم مباراه كبيره امام النادي الاهلي. عايز اروح لنقطه حسين الشحاته كابتن اسلام لان فيها بعض الامور والكواليس، خلينا اقولها من خلال حضرتك. اتفضل يا فندم. حسين الشحات عقب مباراه بتروجيت كان اشتكى من الام في الركبه. طبعا المباراه كابتن اسلام كانت يوم السبت، عقب المباراه كان الفريق استأنف تدريباته يوم الاحد. دكتور احمد ابو عبله يعني عمل اختبار وكشف طبي على حسين الشحات، وبالتالي فضل انه حسين الشحات يؤدي بعض الجلسات التاهيليه والجلسات الاستشفائيه. واليوم ده حسين الشحات، ياسر ابراهيم، عمرو السوليه لم يخوضوا اي تدريبات مع الفريق، وبالتالي النهارده كان التدريب الثاني قبل السفر الى الجونه. تم برضه عدم يعني الاكتمال الناحيه الطبيه لحسين الشحات، وبالتالي الدكتور احمد ابو عبله ابلغ مستر ريكاردو سواريش بعدم جاهزيه حسين الشحات ووجود شكوى والام في الركبه، وبالتالي فضل الجهاز الطبي ان هو يعني يخرج خارج القائمه. وبالتالي مستر ريكاردو سواريش ايضا خد القرار بخروج اللاعب حسين الشحات من القائمه. اخبار تانية اقيل يعني تم اثارتها عن محمد عبد المنعم، اوضح لحضرتك ان محمد عبد المنعم بيغيب عن هذه المباراه نظرا لحصوله على الانذار الثالث، يعني لتراكم الانذارات وليست للناحيه الطبيه او شكوى طبيه. ايضا يعني ياسر ابراهيم كان شعر بشد في العضل واجهاد، ففضل الجهاز الطبي ان هو يريحه، وبالتالي انت عارف ضغط المباراه، وبالتالي ان انت بتريح بعض اللاعبين نظرا عندنا مباراه صعبه جدا امام فيوتشر وامام بيراميدز ومباراه النهائي كاس مصر في يوم 21. الجهاز الفني بيتعامل مع المرحله بغايه الدقه يا كابتن اسلام. الفريق اول ما وصل عقب تناول وجبه العشاء اجتمع الجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش، كابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سامي قمصان، رتبوا تفاصيل اليوم غدا باذن الله، كلموا طبعا في اجتماع جمع ما بينهم للتحضير لهذه المباراه. اللي احنا لامسينه الجديه اللي على وجوه الجهاز الفني يا كابتن اسلام، الجديه اللي على وجوه اللاعبين، اللاعبين حاسه، ودي نقطه عايزه برضه اقولها لحضرتك يا كابتن اسلام، اللعيبه حاسه بالحملات الممنهجه على النادي الاهلي، اللعيبه لمسه هذا الامر، لمسه الحملات اللي ممنهجه على الجهاز الفني بالتحديد، على الجهاز الفني، على بعض اللاعبين، وده بيزود لعيبه النادي الاهلي صلابه، والمواقف الصعبه دي بتقوي لعيبه النادي الاهلي. حضرتك واحد من كباتننا اللي اتعرضتوا كتير جدا لهذه المواقف، ان دايما بتيجي في الفترات الصعبه، فترات الحسم، انت في مرحله مهمه جدا، تلاقي الحملات الممنهجه بدات انها تزداد على النادي الاهلي. لكن زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام، جمهور النادي الاهلي، ثقتنا في لعيبه النادي الاهلي، العقليات والشخصيات بتاعت لعيبه النادي الاهلي، التحضير النفسي اللي بيعمله الكابتن سيد الكابتن سامي، اعتقد بيكون ليه كلمه السر. عايز اكلم حضرتك نقطه ايضا يا كابتن اسلام على التحضيرات هنا في الجونه، يعني الجميع هنا بيحتفي بالنادي الاهلي في استقبال النادي الاهلي، ومن المتوقع ان شاء الله امتلاء الاستاد خالد بشاره بالجماهير اللي بتتوافد على يعني في كل مكان، يعني شايفين احتفالهم واستقبالهم للنادي الاهلي. كتير جدا من الجمهور قالوا ان الاهلي بالنسبه لنا ان يكون موجود في الجونه بتبقى احتفاليه كبيره جدا، هتبقى اعداد كبيره جدا من الجماهير هتكون حريصه انها تكون في الملعب المباراه.
درجات الحرارة هنا في الجونة يا كابتن اسلام بتتكلم في 30 درجة مئوية، يعني في ارتفاع شوية في نسبة الرطوبة، لكن إن شاء الله يعني نتمنى غدا تبقى المباراة الجو بقى ملائم ونشوف مباراة ما بين الفريقين. طبعا نتمنى فيها التوفيق لفريق النادي الأهلي. عايز اقول لحضرتك ايضا على كواليس يوم الاهلي غدا بمشيئه الله. اتفضل. هيكون تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 3، ثم المحاضره الفنيه لمستر ريكاردو سواريش هتكون في تمام الساعه 7 الا ربع، ومن ثم عقب المحاضره هيكون التحرك الى ملعب خالد بشاره اللي هيستضيف احداث اللقاء. تقدر تقول يا كابتن اسلام دي كل الكواليس الخاصة بالفريق هنا في مقر الإقامة، لكن أنا موجود معاك يا كابتن إسلام لو في أي استفسار أو أي تساؤل بخصوص الفريق أو أي فرد في فريق النادي الأهلي. لا بالعكس، أنا بشكرك جدا يا فاروق، دايما بتغطي لنا كل حاجة بصراحة وبوضوح الحقيقة.